ناقش لقاء عقد بالعاصمة عدن بين قيادتي وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة آليات تعزيز العمل المشترك في دعم ومساندة الأنشطة والبرامج المدرسية. وفي اللقاء لفت وزير التربية والتعليم طارق العكبري إلى الدور التكاملي بين الجانبين، باعتبار التربية والتعليم هي المغذي للأندية والمنتخبات الوطنية بالنشئ والشباب، مشيرا إلى بذل المزيد من الجهود والعمل المشترك بما ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز هذه الجهود ومواكبتها بالاحتياج بما يهدف في بناء الطالب نفسيا وذهنيا وعلميا. هذا واستعرض اللقاء القضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي والشبابي في التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المدرسية والتدريب والتأهيل والمشاركات الخارجية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة التهيئة والأعداد لمنافسات البطولة المدرسية لكرة القدم التي ستستضيفها العاصمة عدن في العاشر من الشهر الجاري.